سكولي هتقدم النهاردة الجلاش الخطير ده بكل تريكاته علشان يطلع بالشكل الرهيب ده وكمان الطعم في حتة تانية خالص. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم منا كل جديد، لايك وشير الفيديوهات علشان يفيد عدد أكبر من الناس. هنستخدم الجبنة الحلوم، هننقع الجبنة في المية حوالي نص ساعة، هنقطع الجبنة لقطع صغيرة، هنخلط زبدة مع زيت وهنسيحهم على النار، هندهن الصينية بخليط الزبدة، هنستخدم في كل مرة ورقتين من الجلاش، هنفردهم وندهنهم كويس بالزبدة، وما ننساش الحروف. هنكرر الطبقات لحد نص كمية الجلاش. هنحط الجبنة الحلوم البسطرمة الجبنة الموتزاريلا هنعيد الطبقات تاني بنفس الطريقة لحد ما نخلص كل كمية الجلاش. الأطراف الزايدة اللي بره هنتنيها لجوه وندخلها جوه الصينية. اتنين بيضة، نص كوباية لبن، ملح وفلفل اسود. في فرن حار 180 درجة لمدة 20 لـ25 دقيقة. واو، شوفوا منظر الجلاش وطعمه بقى ايه، ما اقولكوش، حاجة تانية خالص، احلى جلاش ممكن تدوقوه في حياتكم. والف هنا.